بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أشارككم في هذا الفيديو هذا الموضوع، وهو حلول شهادة البكالوريا منذ سنة أو منذ عام 1999 إلى غاية 2020. من الجدير بالذكر أن منذ 2008 إلى سنة 2020 فهو نظام الجديد، وما دونها فهي نظام القديم. وطبعا هذا الموضوع موجه للجزائريين، كون أن هذه المواضيع وهذه الحلول مقدمة من موقع الدراسة الجزائري. وتحية لجميع طلاب البكالوريا الذين اجتازوا شهادة البكالوريا هذا العام، أتمنى لهم التوفيق والنجاح، كما أتمنى التوفيق والنجاح للمترشحين الذين سوف يقوموا بشهادة البكالوريا في العام المقبل. نبتدئ الشرح أو على بركة الله. طبعا هذه الصفحة تحتوي على مواضيع وحلول شهادة البكالوريا من 2020 إلى غاية 1999، فقد تفيد المترشحين المقبلين على شهادة البكالوريا في العام المقبل بشكل خاص، وتفيد الذين اجتازوا البكالوريا لرؤية الحلول هذا العام. طبعا تتوفر هذه الصفحة على مجموعة من شهادات البكالوريا، وتكون هذه الحلول لجميع الشعب طبعا. فعند الدخول إليها، طبعا على الدخول إلى واحدة منها، فسوف تنبثق لك هذه الصفحة التي تحوي على الحلول الخاصة بشهادة البكالوريا لهذه السنة، ومن ثم تتصفحها وتستفيد من هذه المعلومات، وتنسخ ما أمكن نسخه، وتحمل ما أمكن تحميله إن كان قابل للتحميل. وإلى هنا ينتهي هذا الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تبخلوا علينا بالضغط على أثر لايك والاشتراك في القناة لمن لم يشترك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.